هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن حضرتك نوهتي أن في انخفاض طفيف في درجات الحرارة هيستمر معانا لغاية يوم الحد، وابتداء من يوم الاثنين هنعاود الارتفاع تاني في درجات الحرارة. إيه الظواهر الجوية اللي موجودة معانا وأخبار الرطوبة إيه كمان؟ بالفعل يمكن اليوم كمان هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة. اليوم متوقع عظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية، وده يعتبر حول المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة، يمكن كمان أقل من المعدل الطبيعي نتيجة تأثر البلاد بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل أول حاجة على وجود سحب منخفضة ومتوسطة، وخاصة في فترة الصباح هيساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير فترة الصباح الباكر، بالإضافة كمان هيساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة، يوزع الرطوبة في عمود الهواء ما يحبسهاش في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبالتالي يساعد إن احنا نحس بنسب رطوبة أقل. اليوم طبعا الطقس هيكون اقل حده كمان من طقس امس، احنا امس كان في انخفاض في قيم درجات الحراره وسجلنا عظمى على القاهره الكبرى كانت 36 هي 35 إلى 36 درجة مئوية بالفعل بالأمس، واليوم كمان متوقع 34 إلى 35، فبالتالي مزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحرارة. نسب الرطوبة لسه موجودة في الجو، لأن احنا المصادر الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، يمكن تحديدا اليوم قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، ففيها بعض نسب الرطوبة، لكن إحساسي بيها هيكون أقل نتيجة المنخفض الجوي زي ما قلنا هيوزعها في عمود الهواء ككل. فطقس اليوم هو طقس صيفي حر رطب في القاهرة الكبرى، في الوجه البحري، في سواحلنا الشمالية، أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد. المناطق الجنوبية كمان طقسها هيكون في أقل حرارة من الأيام الماضية، خاصة في شمال الصعيد، يعني طقس شمال الصعيد هيكون عظمى فترة النهار ما بين 36 و37 درجة مئوية، فأجواءها ما بين الأجواء شديدة الحرارة الحارة الرطبة في فترة النهار. تبقى المحافظات الجنوبية جنوب الصعيد أجواءها شديدة الحرارة فترة النهار، فترة الليل كمان مع الغياب التام لأشعة الشمس مزيد من الإحساس بانخفاض في قيم درجات الحرارة، خاصة إن هيكون عندنا اليوم نشاط للرياح موجود معانا في معظم محافظات الجمهورية. سرعات الرياح هتكون ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة في أغلب المحافظات. نشاط الرياح هيقلل إحساسي بوجود نسب رطوبة في الجو، فبالتالي هيقلل إحساسي بارتفاع قيم درجات الحرارة ويساعد إن احنا نحس بقيم درجات حرارة أقل. أجواء فترة الليل كمان هتكون أجواء ما بين المائلة للحرارة للمعتدلة خلال فترة الليل في أغلب محافظات الجمهورية. كمان اليوم لازم ننوه على إن هيكون في ارتفاع أمواج ونشاط للرياح على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وخاصة على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس. لازم السادة المصيفين ياخدوا بالهم بقدر الإمكان، يمكن بالأمس تم مع نهاية اليوم إغلاق بعض الشواطئ، هيستمر معانا كمان اليوم وغدا اللي هو ارتفاع الأمواج على الشواطئ ما بين 1.5 ل 2.5 متر. لازم ناخد بالنا بقدر الإمكان لو احنا عاوزين نستمتع بالأجواء في شواطئ البحر المتوسط أو حتى كمان شواطئ البحر الأحمر. الانخفاض ده زي ما قلنا في الأول مكمل معانا كمان بكرة الحد إن شاء الله. الحد العظمى على القاهرة الكبرى هتكون ما بين يعني إن شاء الله 35 ل 36 درجة مئوية، تدريجيا مع يوم الاثنين وأكثر يوم الثلاث هتبدأ قيم درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاعات. الارتفاع ده يستمر معانا يمكن لنهاية الأسبوع بداية الأسبوع اللي جاي، فلازم بقدر الإمكان ناخد بالنا وناخد احتياطاتنا رغم ان في انخفاض في قيم درجات الحراره، لكن انا لو تعرضت لاشعه الشمس في فتره الظهيره اكيد هحس بقيم درجات حراره اعلى طبعاً. خاصه كمان ان قيم درجات الحراره كلها اللي احنا بنقولها مع حضراتكم هي قيمه درجه الحراره المقدسه في الظل، كمان المحسوسه للمواطن بيحسها بتكون اعلى من القيم دي بحوالي من درجتين لثلاث درجات نتيجه بس وجود نسبه رطوبه. لو انا تحت اشعه الشمس هحس بقيم درجات حراره اعلى كمان. فلازم بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فترات الظهيره من 12 الظهر ل 4 5 العصر، اتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، ولو انا موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء الراس يحميني من اشعه الشمس، وطبعا الاستمرار في تناول قدر كبير من المرطبات السوائل واهمهم الميه،
الملابس بقدر الامكان تكون القطنيه الفضفاضه فاتحه اللون، وعدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله. لازم اغير درجه حراره جسمي باستمرار كل ربع او نص ساعه، اغير درجه حراره جسمي. طيب الارتفاع في الامواج يا دكتوره منار، هل ده هيؤثر على حركه الملاحه في البحر الاحمر والبحر الابيض؟ هو قد يؤثر طبعا على حركه الملاحه في البحرين الاحمر والمتوسط، لكن طبعا في عمق البحار، يعني احنا لو نتعمق داخل البحار ممكن يؤثر، لكن احنا دايما بنقول ان ارتفاع اعمال الصيد فاهمه قصدك، يعني ممكن يؤثر طبعا على اعمال الصيد والملاحه البحريه داخل، بس داخل عمق البحر المتوسط بس. احنا خلينا نقول دايما ان احنا في الفتره دي الناس كلها بتروح المصايف، فدايما الخطوره بتبقى على الساده المصطفين، يعني احنا حتى ارتفاع الموج ممكن يعني يبقى مقبول لبعض اعمال الصيد، لكن الساده المصطفين لا تماما، هيكون في خطوره. بالظبط، ودايما بنقول ان ارتفاع الموج المناسب للساده مصيفين مختلف تماما عن المراكب واعمال الصيد والملاحه البحريه. فلازم بقدر الامكان ناخد بالنا نتجنب نزول البحر اثناء فتره الاضطراب، ولو حابين نبقى موجودين على الشاطئ نبقى احنا موجودين في منطقه قريبه جدا من الشاطئ نستمتع بالاجواء عشان بس ما نصابش باي ضرر. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات، وهنبدأ بالقاهرة درجة الحرارة العظمى فيها تكون 35 وصغرى 25، وفي العاصمة الإدارية 35-24، الإسكندرية 30-23، والعلمين الجديدة 30-22، مطروح 29-23، ودمياط 31-25، بورسعيد 31-25 أيضا، والإسماعيلية 36-24. أما في السويس العظمى هتكون 35 وصغرى 23، وفي العريش 32-22، كاترين العظمى فيها 33 وصغرى 15، وطابة 35-23، حلايب 37-28، وشلاتين 39-27، شرم الشيخ 39-28، والغردقة 40-28، الفيوم 37-22، بني سويف أيضا 37-22، أما الوادي الجديد 42-24، وأسيوط 38-24، سوهاج 41-25، وقنا 44-27، الأقصر 44-28، وأسوان 44-27. دي كانت نشطتنا الجوية المفصلة. دلوقتي هنعود مرة أخرى لباسنت ولمحمد لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة. شكرا.